اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع، اللي اتمنى بكون تاني اعجابكم. بشكر كل متابع على القناة، تحياتي لكم جميعا. والله عاجز عن الشكر للناس اللي بتشجعني والناس اللي بتعلق والناس اللي بتعمل لايك، حتى الناس اللي ما بتعملش لايك، شكرا لكم جميعا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح احوالنا جميعا ويرزق الجميع من فضل الله. امين يا رب. معانا النهارده يا جماعه مجموعه حمام، عروض جميله جدا. معانا من كفر الشيخ، ومعانا من اسكندريه، ومعانا من الاليويه، معانا من شبرا الخيمه، ومعانا من المنصوره. يعني معانا عروض جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ان شاء الله في العرض النهاردة بتاع النهاردة. 13 جوز بلد تقيل يا جماعة، زي ما انتم شايفين تلتينات الجوز على 40 جنيه فقط. حمام تقيل، لو انت عايز تربي للذبيح تاخد من تحت مزغليل تاكلها ولا حاجة. ده يا جماعة حجم كويس، الجوز ب40 جنيه، والمكان طوخ. واضح الحمام يا جماعة، واضح المستوى، واضح الحجم. حمام تقيل وب40 جنيه الجوز فقط. فم نبدأ في العرض التاني يا جماعة، مكان كفر الشيخ. والعرض ده التواصل عليه، لو انت عايز تتواصل على التواصل واتساب كفر الشيخ، هو عبارة عن جوز محلس ب250 جنيه، وجوز مراسلة 500 جنيه، وجوز قرنفلي 300 جنيه، وجوز فرنساوي زينة 350 جنيه. دول المرشات يا جماعة عاملين 500 جنيه. ده فرنساوي الزينة عاملين 350 جنيه. ده جزء من الفلات يا جماعة عاملين 300 جنيه. المكان كفر الشيخ، نيجي العرض ده يا جماعة. بس قبل فحمي المكان المنصورة، متاح الشحن يا جماعة. برضه يا جماعة أذكركم دعمونا بلايك، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك عشان توصل عروضنا أول بأول. لأن الفيديوهات دي يا جماعة، لو أنت محتاج حمام وانت مش مشترك، الفيديو بيوصلك متأخر او بتشوفه بالصدفة او ما وصلكش خالص. فلو اشتركت الفيديو هيوصلك اول ما ينزل، بيجيلك اشعار، عشان لو انت عايز تشتري بيكون من اول الناس اللي بيجيلها الفيديوهات. فياريت تكون مشترك في القناة. ولو عندك حمام عايز تعرضه للبيع، تواصل معانا على رقم التليفون المكتوب على مقدمة القناة 0155-79-684. هو التليفون مكتوب تحت العلم يا جماعة على طول، اللي هو مقدمة القناة. صور حمامك واتساب وبعتهولنا، وان شاء الله نعرضهولك بإذن الله. بس عملها فحمي، واضح المستوى بتاعه. المكان المنصور
نجي الأرض المكان ده، في الحمام ده في العصافرة، محافظة اسكندرية، فيهم شباب وفيهم زغاليل. في أخ صديق من متابعين القناة دايما بيسألني على حمام في اسكندرية، يا ريت تعجبه حاجة من العرض ده. بس زاجل وكريزليات ده مجموعة الزغاليل اهي يا جماعة. فم وتشاك ومزرعة لطيفة، المكان اسكندرية العصافرة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بفضل الله يا جماعة، زيادات في الأرباش دي طيرة حمراء، وده دكر قاش، وده دكر قاش، والدكر ده مع الطيرة الصفرة اللي ورا دي، ودي طيرة فردانية، وده دكر فرداني، ودي ترى فرضانية. ترى الصفرة دي على الصم. طبعا زيادات من مزرعة اخوكم فيصل القيصر المنصورة، نتحدث يا اخوانا بفضل الله، للجادين فقط، للجادين فقط، واللي بيفهم بيريح يا اخوانا. ده ذكر اهو، وده ذكر اهو، الذكر ده مع الترى دي اللي ورا دي، والترى ده على الصمة، الصفرة دي ام جلدة صفرة في رجلها دي، والترى الحمرا ديت لسه منشفه صم، ويمكن والله على الصم مش فاكر، بس تقريبا نشفه صم، هي حصه شبع يعني. دول كده تلات طواير. الطيره اللي في الركنه دي شغاله وبتحضر القش كمان، معاها الدكر ده، وده دكر فرداني لسه منشف صمم من شو يعني، يا دوب منشف صمم. ودي طيره ودي طيره، ربنا يبارك في الحلال.